والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ده تعليق بسيط على الفيديو المنتشر اللي هو فيه الشيخ عثمان الحبوب رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية، وبجواره الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية جناح المركز العام. في المقطع ده نقدر نعلق على كلام قاله الشيخ الحبوب، وهو قال إنه أنا والشيخ إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في إخاء تام وفي تعاون من أجل نشر الدعوة، وبعد ذلك قال بنحارب أهل البدع وننشر التوحيد ونحارب الشرك وبنحارب التكفيرين والمناهج الهدامة. أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا ابنكم وأحبكم عثمان الحبوب رئيس جمعية الكتاب والسنة بالسودان، وبجواري الأخ الشيخ إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة بالسودان، وكلاهما الحمد لله في إخاء تام وفي تعاون من أجل نشر الدعوة. أحيي سماحة الوالد عزيز الشيخ عبد العزيز الشيخ وسماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان، وليس لي كلام إلا الشكر والدعاء لكم. حقيقة نأتي هنا لنتعلم ونستفيد من توجيهاتكم الطيبة العلمية، ولكن هو الشكر بأن الدعوة إلى الله عز وجل تسير في السودان سيرا حسيسا وفي وضع طيب، ونشكركم محاربة البدع ودعوة التوحيد والسنة ومحاربة المناهج المنحرفة، محاربة التكفير وأساليب القتل وغيرها التي شوهت الإسلام. أبشر الآباء الكرام بأن ندعو في خير ونعمة، وأشكر حقيقة خادم الحرمين الشريفين وهذه الدولة المباركة والأمير متعب والقائمين على هذا البرنامج حفاوة الإكرام والاستقبال، وأتاح لنا هذه الفرصة الطيبة التي منها هذا اللقاء المبارك. صلى الله يحفظكم ويجزيكم عنا خيرا وينصر لكم الإسلام والدعوة المباركة، وأبشركم أننا استفدنا من محاضرة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عوامل القوة لأهل السنة، ونسأل الله أن تكون برنامج عمل لنا إذا رجعنا إلى بلادنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أول حاجة الشيخ الحبوب كان متستر بلباس السنة والسلفية زمن طويل، وبعض الناس بيقولوا يا أخي أنصار السنة صح ضلوا بيقوا يمدحوا الصوفية ويثنوا على الصوفية ويكرموا بعض مشايخ الطرق الصوفية زي ما حصل من المركز العام، وكذلك جناح الإصلاح أنصار السنة جناح الإصلاح. الكلام اللي انتشر أخير الحمد لله قالوا مطر أحمد إبراهيم وقال الصوفية وأنصار السنة وكلهم سنين والخلافات بيناتهم بسيطة إلى آخر الباطل الواضح اللي قالوا أنصار السنة الإصلاح. فالليلة اتبين للناس إنه الشيخ عثمان الحبوب رئيس جمعية الكتاب والسنة أيضا هو وأنصار السنة في سرج واحد وفي مركب واحد ومنهجهم منهج واحد، وده ما قلنا نحن افترنا، وده قالوا الحبوب براو، قال أنا والشيخ إسماعيل عثمان رئيس أنصار السنة المحمدية في إخاء تام تام وفي تعاون من أجل نشر الدعوة. طيب اختلفتوا قبيل ليه؟ وليه بقيتوا جمعيتين وبقوا رئيسين وبعد ذلك بقوا ستة رؤساء؟ السبب شنو؟ إذن الخلاف ما كان في دين، المنهج ده أنصار السنة اللي بقى الآن منهج باطل وبقوا مع الصوفية وسنوا على الصوفية هو منهج عثمان الحبوب اللي هو رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية، لأنه الحبوب اعترف بالكلام قال نحن بتعاون من أجل نشر الدعوة. واختلفوا قبيل معناته ما في دين ولا في مسألة منهجية زي ما هم بعضهم كان بيصور، إنما ربما كان الخلاف في دنيا في مادة في غيره، لكن ما عنده علاقة بالمنهج، عشان ناس الجمعية ما يقولوا إحنا ناس المنهج وأنصار السنة فارقوا المنهج، ما يقدر يقولوا كلمة دي، لأنه شيخهم ورئيسهم الحبوب الليلة طلع قال إنه نحن وأنصار السنة في إخاء تام مع إسماعيل عثمان كمان. الزول السألوا عن التصوف قبل كده في جريدة ألوان وقالوا له التصوف ما رأيك فيه؟ قال التصوف مجموعة من الأخلاق الفاضلة والسلوك
وهو موجود داخل القرآن ذاته. وده كلام كذب على الله سبحانه وتعالى، على القرآن الكريم، كذب في الدين. يا تعايا قالت أبقى صوفية دار نعرفها، يا تا فده كله الآن بقى الحبوب بقى راكب مع النازل في سرج واحد، وهو ده المقطع قدامكم. براوة الحبوب قال لا نحن زريناه ولا جبرناه ولا أي حاجة. ده مما يدل إنه جماعات اللي بتقول إنها سلفية دي كشيوخ بتاعينهم ورؤساء بتاعينهم وتنظيمات وإداريين، منهجهم ده والله ده ما المنهج الذي يعني رضيه السلف الصالح والمنهج السلفي. ده منهج باطل، ومنهج ما هو إلا منهج إخواني، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ثم نمرة اثنين يعني بنقول للأتباع، الجماعة بتاعنا الجمعية، الأتباع بتاعنا صار السنة وغيرهم، إنهم يتوبوا يتركوا الجماعات دي، لأنه الحمد لله ربنا يعني أظهر لهم الأدلة. ناس براهم يقولوا نحن ونحن، ويظهروا الباطل براهم لوحدهم، ولا في زول ضرب على دينهم. بعد يا جماعة أي زول يشوف الوثائق دي والحقائق دي والأدلة على أن هذا الكلام باطل من الكتاب والسنة بفهم السلف، ده واجب عليه يترك هذه الجماعات، وإلا يكون مثله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. وبعدين حتى نحن بنحارب قال الشرك وأهل البدع والتكفير وبننشر التوحيد، ده كذب من الحبوب، ده ركض بيه على الشيوخ السعوديين العلماء القدام وديل، كما هو ظاهر بالمقطع. لأنه الناس اللي بيمدحوا أهل البدع، بل بيمدحوا شرار أهل البدع الصوفية، هم أنصار السنة. وانت جيت اثنيت على زعيم أنصار السنة من يكرم الصوفية ومن يثني على أهل الشرك والبدع، زي ما قبل شهور كرم شيخ الطريقة السماني، زي ما قبل شهور أثنى على الأنصار المبتدعة أتباع المهدي، لقانا المهدي المنتظر، ومن لم يؤمن بمهديتي فهو كافر. وقبل شهور جماعة المركز العام صار السنة ذاتهم أثنوا على الترابي، الكفروا العلماء من السعودية لهنا، والكفروا بعض جماعة ذاتهم زي ناس جعفر شيخ إدريس وغيرهم وغيرهم، فأثنوا عليه وصار السنة. قالوا الترابي شخصية إسلامية لن تتكرر بعد اليوم أبدا، وقد دافع عن الإسلام وجاهد بالإسلام إلى آخر ما قالوا. يجي الحبوب الليلة يثني على ذيل، بل يثني على أكبرهم ضلال وأعظم ضلال، على رئيسهم اللي بيكرم الصوفية، ويثني على جميع أهل البدع، ويكذب على العلماء بالسعودية ويقول لهم أنا والشيخ إسماعيل عثمان قاعدين نحارب البدع والشرك وننشر التوحيد، وده والله كذب كذب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.